نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان تمكين المجتمعات من خلال التواصل الفعال استراتيجيات والتنمية البشرية. يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية. وأكدت الوزارة أن التواصل الفعال بين المجموعات المختلفة للمجتمعات يعد حق من حقوق الإنسان ويساهم في استمرارية التواصل التشاركي الفعال بشكل ينظم الوصول إلى قرارات مستنيرة.